بنحاول من خلال نهارك سعيد نتكلم على مشاريع طموحه جدا وعلى تجارب مختلفه جدا، والنهارده الحقيقه معانا تجربه فعلا مختلفه وحتى اسمها كمان مختلف. supermama.me ده اسم الموقع. بالظبط، هو اول موقع مصري من اجل امراه لا تعرف المستحيل. هم حصدوا الجائزه الذهبيه في مؤتمر عرب نت، ومعانا النهارده منورانا في استوديو شيرين السماء احد المؤسسين لموقع سوبر ماما عشان نتعرف اكتر عن الموقع وكمان عشان نبارك لهم على الجائزه. صباح الفل ومبروك مبدئيا على الجائزه. صباح الخير، ميرسي. طيب شيرين، عايزين تحكي لنا بقى عن موقع سوبر ماما والفكره جت منين؟ احنا عامه الفكره ابتدت من يعني احنا اول اطلقنا يعني الويب سايت 1 اكتوبر 2011، بس الفكره كانت مبتديه من قبل كده من 2010. يعني في ياسمين المهيري وزينب سمير المؤسستين التانيين معايا، هما كانت الفكره يعني جات لهم ان حسينا ان واحده صاحبتنا كانت هي بتمر بالموضوع ده، كانت حامل وفي نفس الوقت يعني اهلها دكاتره والعيله اللي حواليها دكاتره، فما عندهاش مشاكل انها تلاقي المعلومات، فحسينا ان طب يعني الناس اللي ما عندهاش مثلا في الدايره الخاصه بتاعتها او في عائلتها ناس ممكن تستشيرها في المعلومات دي بتعمل ايه. كل الويب سايتس اللي موجوده دلوقتي على الانترنت اغلبيتها يعني حاجات اللي هي اجنبيه، فبتخاطب الكالتشر الاجنبيه مش الكالتشر المصريه. فلما حسينا لمسنا الموضوع ده مش موجود هنا، ما فيش اي موقع قائم هنا في مصر او في العالم العربي فيه المعلومات اللي موجوده اللي بتتناسق مع البيئه بتاعتنا مع الثقافه بتاعتنا موجود بالعربي، فجت لنا الفكره. طب انا هدخل على الويب سايت ده هلاقي ايه اللي هيساعدني كأم في الوقت بالظبط؟ يعني احنا اول امهات بس ام لاول مره ما احنا مش عارفين لان في حاجه ثانيه. احنا الكونسيبت بتاعنا ان احنا نساعد الام انها تكون سوبر ماما. يعني كل ام دلوقتي عندها التزامات كتيره ووقتها يا دوبك يعني صعب قوي، وبالزحمه اللي احنا دايما عايشين فيها بيبقى صعب انها دايما تنسق ما بين كل الالتزامات وكل الادوار المختلفه. فاحنا بنقدم لها المساعدات اللي تقدر تخليها تكون السوبر ماما اللي هي عايزاها. في عندنا جزء مثلا خاص بالحمل، هو يعني بيخاطب الامهات من اول لحد واحده متجوزه يعني متزوجه وعايزه بتفكر انها تبني عيله بتفكر في الحمل لحد حد عنده حد في سن المراهقه. ففي جزء اللي هو الخاص بالحمل بنقدم فيه المواضيع الخاصه بالموضوع ده اللي دعوه بالتغذيه، ازاي مثلا حاجات اللي دعوه بالصحه تاخدي بالك من صحتك ازاي بالظبط، تربيه وصحه الابناء بالظبط. في بقى جزء تاني هو تربيه وصحه الابناء، ده متقسم اعمار مختلفه من اول حد لسه جديد يعني الولاده نيو بورن الام لحد سن المراهقين. بنتكلم بقى عن كل حاجه ليها دعوه بالتربيه وصحه الابناء من ناحيه السيكولوجيه او من ناحيه مثلا لو ازاي تتعاملي مع ابنك لو بيعمل حاجه خطا مثلا ازاي تصلحها له من غير ما تاثري على نفسيته. الحاجات دي يعني. طب النصايح دي بتيجي من مستخدمين اخرين ولا بتيجي من بروفيشنال؟ لا احنا كل المواضيع اللي عندنا بتبقى احنا عندنا يعني مجموعه من المتخصصين في المجالات المختلفه دي، فاي مقاله بيتعمل لها ريسيرش على الانترنت وهم يعني مفيش حاجه بتتحط على الموقع غير لما بتكون هم راجعوها من يعني في باب التخصص بتاعهم يعني. أوكي. فدي كلها متراجعة من متخصصين. وفي حاجات كمان للمطبخ؟ بالظبط، في جزء تاني للبيت وجزء للمطبخ. الجزء بتاع في جزء البيت صح؟ البيت. أوكي. خاص بمثلا توضيب البيت، التنظيم، الحاجات الخاصة بالمال مثلا في البيت ازاي توفري حاجات ليها دعوة بالديكور. الجزء اللي في المطبخ بيتكلم على حاجتين، في وصفات عندنا وصفات في هيئة فيديوز اقل من دقيقة، وصفات سريعة سهلة انها تتعمل. طبعا كلنا ما عندناش وقت دلوقتي ان احنا نعمل. والله دي من الحتة اللي عليها اقبال جامد يعني. لان واضح ان الستات المصريين يعني خبرة في الاكل يعني خبرة في الطبخ، ففي الجزء ده. وفي برضو بيبقى بس حاجات ليها دعوه بتنظيم المطبخ ازاي مثلا احسن ترتيب الحاجات اللي ممكن تعمليها تسهل عليكي. وفي برضو جزء خاص بيكي انتي اللي هو الموضه الجمال وقتك الخاص ازاي تقسمي وقتك. هو ويب سايت خاص بالمراه كمان يعني عامه بكل حاجه. هو بيخاطب المراه بس مينلي موجه للامهات يعني من اول بقى، بس بيخاطب يعني حتى لو اي ست حتى مش في المرحله دي هتلاقي نفسها يعني ايه ارسليها لزوجك لقيتها على الويب سايت بالظبط. تبعت له حاجه ولا مصروف البيت عايز يزيد ولا دي مقالات بتخاطب الجزء اللي هو ليه دعوه بالابوه يعني دور الاب يعني. ويعني احنا من الحاجات الظريفه ان احنا دلوقتي يعني رجاله في عصرنا دلوقتي كله بقى بيحب يشارك يعني، ففي عندنا اقبال والله لا كتير يعني في ابهات كتير بيحبوا يدخلوا ويقروا المقالات اللي مكتوبه. فده برضو جزء تاني. واحنا من البنود اللي عندنا في الموقع برضو ان احنا عندنا جزء مناقشات يعني. لا بس ده فيري انترستنج يعني فعلا ارسال زي ما شريف كان لسه بيقول، هي الفكره
ان في التربيه لازم يكون الاثنين موجودين، يعني مش الام بس عشان بالزبط. بس ما يبقاش العيب التربيه بقى على الام بس، لا لازم كمان يكون الزوج مشارك عشان بالزبط. بس الست مش هتخلق يعني هيخلف وست بعد كده تربي لا لازم يكون في ما بين الاثنين تناسق يعني. بالظبط. طيب ايه بقى موارد الموقع ده؟ يعني بيصرف على نفسه منين ولا إيه؟ احنا يعني احنا حاليا هو التمويل لا لا التمويل جاي مننا احنا، يعني احنا ضخين في الفلوس بتاعتنا لسه يعني في المراحل الاوليه، احنا بقى لنا 4 اشهر بس، يعني تقريبا 4 اشهر من ساعه ما وي لونشت الموقع. احنا 3 مؤسسين، انا مؤسسات او مؤسسات انا وياسمين المهيري وزينب سمير، وفي عندنا يعني في بقى حد معانا في التيم ديفلوبر المسؤول عن الجزء تكنيكال يعني بتاع الموقع، وعندنا برضو احنا من الحاجات اللي بنقدمها برضو جديده في الموقع ان احنا مش بس مقالات وفيديوهات وكده، احنا بنعمل برضو مثلا بلوجز مدونات، امهات بتكتب عن تجاربها الشخصيه بطريقه مثلا ظريفه ومضحكه سهله انها يعني تقراها، فدي بنقدم بالعربي حاجات مختلفه في العربي وفي بالانجلش، عندنا الاثنين يعني. وزي ما قلت لك موارد بقى بعد كده ماشي تدخلوا دلوقتي ايه بقى المتوقع يجي بعد كده، مثلا سبونسرز ولا في مثلا سبونسرز الاعلانات، عندنا مجالات مختلفه للاعلانات على الموقع، مش بس الطريقه المعتاده اللي هي الاعلان البانرز على الويب سايت، لا ممكن مثلا نعرض عن نعمل ريفيو على برودكت معين مثلا خاص مثلا زي المشايات بتاعه البيبيز مثلا او الحاجات دي كده، فيعني عندنا دي ممكن طرق مختلفه اوفرز عروض بالظبط. احنا من الحاجات اللي ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى عندنا على الموقع ان احنا هنعمل برضو جزء خاص بالاوفرز الخاصه بالامهات يعني، فدي برضو هتبقى موجوده ان شاء الله يعني الشهر الجاي. وفي فعلا حته كمان ليها علاقه بساعات الطب النفسي يعني للسيكولوجي بتاع الطفل بالظبط، دي موجوده برضو على الويب سايت لو انا عندي تساؤل مثلا، لان دايما بنلاقي في تساؤلات لبعض الامهات، انا والله انا ابني عدواني شويه مع الاطفال، ابني بيعيط كتير، ابني زنان بالظبط صح ولا احنا حاجات دي يعني بنحاول ان احنا لما نلاقي في اقبال عليها بنرد عليها بهيئه المقالات اللي جايه من المختصين، وفي نفس الوقت في بند المناقشات ده لو اي ام عندها استفسار مثلا عايزه تشوف الامهات التانيين تجاربهم كانت عامله ازاي، بيبقى مجال ان انت يعني تتبادلوا الخبرات بس يعني. طب امهات بس ولا في رد من بروفيشنالز؟ لا رد من بروفيشنالز دي لسه احنا يعني المرحله الجايه ان احنا هنلم مثلا الاسئله اللي بتتسال من ناس كتير وحنا نرد عليها بهيئه فيديو مثلا مع المختصين نصور يعني، فدي المرحله الجايه. احنا طيب. متهيألي صور على الويب سايت بالظبط على الشاشه طبعا، اي حد يعني يحب يتابعه اهو متقسم بقى نطلع الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع يعني هم متقسم كمان يعني بيبقى كل يوم بنعرض الحاجات الجديده اللي موجوده نزلت على احنا كل يوم بنجدد المقالات اللي موجوده على الموقع وفي بقى بيبقى مثلا الترشيحات اللي احنا بنرشحها، الحاجات اللي اكتر حاجات اتقرت مثلا من امهات التانيين، اكتر حاجات عليها كومنتس، ان برضو ممكن اي حد يدخل يسجل يعني المعلومات موجوده ببلاش بس التسجيل برضو مجاني، التسجيل بيخلي اي ام تقدر انها تشارك تحط كومنت على المقاله، تدخل تشارك في حته المناقشات، فكل الحاجات دي مجانيه برضه يبقى ليها حساب خاص يعني. طب سوبر نت او سوري عرب نت ايه بقى موضوع مؤتمر عرب نت وجيز هو مؤتمر عرب نت يعني دي كانت تالت او تاني مره يتعمل هنا في العالم العربي، هو بيحاول ان هو ينمي يعني الجو بتاع الاي تي والانترنت يعني في العالم العربي يعني، فهو بيبقوا عاملين مسابقه اسمها الستارت اب دمو اللي هي لكل الافكار الجديده اللي لسه بتبدا يعني. فاحنا اول ما دخلناها كانت في اكتوبر اللي فات، كان بقى لنا يا دوبك 20 يوم من ساعه ما عملنا اللونش بتاع الموقع، وبيبقى يعني مسابقه كان داخل فيها كذا اكتر من كذا بلد يعني عربيه، وفي الاخر كانوا هم 10 بس اللي بيعرضوا بقى الفكره بتاعتهم قصاد بانل يعني من المختصين في المجالات دي. مجالات مختلفه يعني اي حاجه لا اي حاجه بيست على الانترنت يعني، لازم يكون فكره بزنس ليه دعوه بالانترنت يعني. فكان كم كان دوله كانت مشاركه يعني كل البلاد العربيه، هي كان عندنا اسم فلسطين يعني، كان في واحد جاي مخصوص من فلسطين، كان في من الاردن، كان في يعني من كل بلاد يعني حتت مختلفه. طيب انتوا فزتوا بالجائزه الذهبيه صح؟ اول جائزه، اول جائزه الاولى. بس هل في مشاريع تانية لفتت انتباهك على في المهرجان يعني؟ كان في طبعا، كان في من الحاجات اللي كانت داخله في موجود حاليا دلوقتي اللي هو بيقول لك دوت كوم اللي هو بيقول على موضوع الزحمه والناس كلها يعني بتقول في حياتنا اتغيرت الضغوط فين يعني. فدي كانت من الافكار اللي كانت برضو في المؤتمر، وكانت من الافكار الهايله، وفي افكار تانية كتير الحقيقه، كل الناس اللي كانت مترشحه كانت افكار كلها يعني مختلفه جديده بس يعني هو مش بس خد في عرب نت بالظبط. الحمد لله احنا يعني كنا محظوظين ان احنا في كذا مسابقه، احنا اصلا
اصلا اول حاجه كسبناها كانت في حاجه مسابقه اسمها نكست جن، ده كان في يونيو 2011 تبع ايتيدا، الايتيدا اللي هي تبع وزاره الاتصالات. فدي كانت اول حاجه كسبناها، وعلى اساسها كسبنا ان احنا سافرنا 3 اشهر في الدنمارك. هو كده يعني بروجرام بيساعد على تنميه الافكار الجديده اللي هي برده بيست على الانترنت يعني، فده كانت من الحاجات اللي فرقت معانا برده قوي. كنا احنا وثلاث فرق تانية كسبنا المركز الاول يعني. وبرده في حاجه كانت مسابقه في بولندا على مستوى اوروبا كلها، دي برده كانت حاجه مشرفه لينا ان احنا يعني كستات سيدات مصري من مصر يعني اكروس العالم الاوروبي كسبنا يعني الجائزه الاولى برده هناك يعني. معانا صور ثانيه، معانا صور للويب سايت ثاني، وعندي حب استطلاع اعرف انتوا اصلا مجالاتكم ايه يعني، انتوا الجروب الثلاث بنات الباك جراوند سايتنا احنا يعني ياسمين المهيري اصلا عندها اكسبيرينس يعني 8 سنين واكتر في مجال الاي تي، في حته اللي هي اداره يعني اداره الاعمال والجزء البيزنس والبروجكت مانجمنت بتاعت الموضوع. في برضو زينب سمير اصلا جرافيك ديزاينر برضو عندها 7-8 سنين، فهي المسؤوله عن الجزء التكنيكال يعني بتاع الويب سايت والديزاين بتاع الويب سايت. وانا عندي يعني خبره في التسويق في الاي تي، في مجال الاي تي يعني. اوكي، بس ايه اللي خلاكم برضو تسيبوا الدي جوب بتاعتكم او مهنتكم الاساسيه وتعملوا القصه دي؟ لان احنا حسينا ان دي فكره حاجه مش موجوده هنا، حاجه الناس محتاجاها، لان اقبال من الناس قوي. وفي نفس الوقت يعني احنا حاجه احنا مؤمنين بيها، مؤمنين باهميتها وقد ايه ممكن تساعد. واحنا ك يعني اي ست اي سيده بتبقى حاسه بالموضوع ده يعني، قادره تريليت لاهميه وجود موقع كده يعني. اكيد. طيب خلينا نقول بقى خطوات جايه ان شاء الله هتعملوها عشان مش عايزه اقول تحسنوا الموقع، نزود عشان نزود الموقع بالظبط، عشان انا مبسوطه جدا بالموقع بصراحه. يعني احنا زي ما قلنا الفتره اللي جايه هنبقى في مثلا جزء اللي هو بتاع الاوفرز الخاص بالامهات، ده برده هيبقى في موضوع الفيديوز، الاسئله اللي هي بتتسال مثلا كتير، وهنعمل يعني سيريز مختلفه من الحاجات مثلا اللي دعوه بالتغذيه، حاجات اللي هي دعوه بالاسئله اللي هي دعوه بالحمل بالولاده. فهيبقى في الموضوع ده موجود كتير، واحنا اوريدي في برده ادوات كتيره يعني، عندنا كذا اداه على الموقع بتساعد الام انها تنظم وقتها، مثلا في اجنده، في قائمه مهام، قائمه التسوق مثلا، عايز تملى الحاجات اللي هي محتاجه تجيبها من السوبر ماركت، تحط المواعيد مثلا بتاعه هي ممكن تعتمد عليه بشكل بالزبط. كامل يعني احنا عايزين بالظبط، عايزين انها تكون ده المكان الوحيد اللي هي بتروح، واحنا عايزين نحط لها كل حاجه في حته واحده ونسهل عليها انها يعني تلاقي كل تنظم وقتها في حته واحده معلومات. انا عايز ارجع مره ثانيه للجائزه، وعايز اعرف بس على اي اساس بيتم اختيار الموقع اللي فايز؟ هل مثلا يعني اتفضل هقول لك يعني هي بتبقى اكتر من بوينت، اهمها انها يعني الفكره نفسها قد ايه هي مثلا جديده ومش موجوده، محسوس انها محتاج ان الناس محتاجاها هنا في المجتمع اللي حواليكي. وفي نفس الوقت برضو بيبقى الموديل يعني البيزنس قائم عليه او الموقع قائم عليه، مثلا لو احنا عدد الزائرين الموقع مثلا كمان ده بيتقاس بالظبط يعني. احنا لسه الافكار ساعتها ما كانتش كلها موجوده على الانترنت لسه، فبتبقى يعني بيدرسوا الفكره قد ايه ممكن يبقى ليها اقبال، وقد ايه صحابها قدموها بطريقه يعني مظبوطه يعني. مبسوطين بيكم جدا بصراحه ومبروك. طيب تبداي بقى تقدروا تعرفوا تراكنج للموقع، تعرفوا ايه بقى الاخبار التراكنج؟ الحمد لله احنا يعني احنا حتى دلوقتي احنا مش بنعمل اي نوع من التسويق خالص غير حاجات بسيطه قوي، على يعني معتمدين على الجهود يعني الذاتيه والعلاقات الشخصيه بالظبط يعني. هي الناس هتبقى مبسوطه بالموقع، فبتكون واحده بتقول لاصحابها يعني. فالحمد لله احنا دلوقتي عندنا اكتر من 20,000 زائر في الشهر يعني. في عندنا فيسبوك جروب منها بنتواصل مع الناس يعني، وفي تويتر كمان وفي تويتر بالظبط يعني. احنا بنعمل بنحط نصايح مثلا يوميه من الارتكلز اللي بنزلها، المقالات اللي بنزلها بنقدر ان احنا نحطها بحيث نسهل على الناس انها ترجع تاني للموقع. طب ممكن نقول الفيسبوك بيج اسمها ايه وتويتر اكاونت؟ supermama.me يعني www.facebook.com/supermama.me. وبرده التويتر supermama.me على طول كلمه واحده يعني. supermama.me يعني مفكر ناس supermama انا. والجروب في فيسبوك جروب فيه كام مشترك؟ احنا لحد دلوقتي يعني 7000 وي يعني مشترك يعني. وانت قلتي ان احنا ممكن نسجل او يعني ممكن السيدات يسجلوا نفسهم اكونت شخصيه بالزبط. كام اكونت بقى؟ احنا الاكونت لا زي يعني تقريبا 3000 اكونت، وزي ما قلنا الاكونتس مجانيه. من مصر اكتر؟ في من مصر والسعوديه وفي من الامارات يعني، هي دي اكتر الناس اللي جايه، وفي ناس من حتت مختلفه من العالم يعني، بس الاكتر طبعا هنا من مصر، ان احنا دي اللي احنا مسخرين جهودنا ليها حاليا يعني.
خلينا بمصر الاول وبنكبر يعني. وزي ما قلنا هي الموضوع الاكونتس ده مجاني، وممكن برضو تشترك انها تسجل، تعمل بنعمل زي نشره بريديه كده بتوصل كل اسبوع، بتلخص برضو الحاجات اللي فاتتها مثلا الاسبوع اللي فات كله، بحيث يعني بنسهل عليها يعني كل حلو حاجه جدا. انا الويب سايت هنا لاقي ترشيحات سوبر ماما، يعني مهم مجرد بعض المقاطع اللي ما بيرشحوا ان الناس تدخل عليها. فيديو وصفه الليزي كيك، حاجه زي ما كنا بنتكلم ان في جزء للمطبخ بالزبط. وفي 10 اشياء ضروريه في حقيبه الام، متهيألي عشان وهي خارجه. مشاكل شائعه العيون عند الاطفال، وفي الاكثر قراءه دليل سوبر ماما للمواضيع الصعبه، كلمي ابنك عن البلوغ، والاكثر تعليقا كيف تعاقبين طفلك، والاكثر مشاركه الشجار امام الابناء كارثه ابويه. بالزبط. كلها ليها علاقه برضو بالمشاكل اللي هي بصراحه حياتيه يوميه. بالظبط بالظبط. وبعدين كلها حاجات احنا بنحاول ان احنا المعلومات اللي بنحطها ليها دعوه بالثقافه بتاعتنا والمشاكل اللي احنا بنحسها هنا يعني. بالزبط. مش بس حاجات جداً خاصه بالحاجات الاجنبيه يعني، فبنحاول. شيرين احنا بنحييكي طبعا، وبنحيي شركائك في البروجكت دوت في سوبر ماما دوت ام اي. نرجع نفكر المشاهدين تاني، هو www.supermama.me. وبس يا بنشكرك جدا. ومرة تانية الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف سيدات مصريات عاملين موقع، فعلا موقع مفيد وهيفيد ناس كتيرة جدا. يا رب ان شاء الله. وان شاء الله مزيد من التألق، ويكون لنا لقاء تاني بقى يبقى عديته مليون ألف واحد كمان. او تعديله 85 مليون. طيب يلا بينا. انا اللايف لسه على الهواء مباشرة من خلال نهارك سعيد، خليكم معانا.